قولهم باللي الجمعية كما الجمعية رادة في الإجراءات دياولها، الشعب تانيك لازم يكون مثقف راك فاهمة ويدير الإجراءات دياولو باش تبقى الصابلات هاد المتنازعات ديال كومبلي نقدر كما يقولوا الشعب يسولاجي شوية بريودة تاع الكورونا هذيك وكل. لازم حنا نتبعوا إجراءات الوقاية من جائحة كورونا باش نحافظوا على هذه المنتزهات المفتوحة، خاطش في حالة ما حافظناش على الوقاية إذا ما تبعناش الوقاية شنو يقولوا كذا شكون إذا ما تبعناهم مش وقاية في ذي الحالة راح يغلق كل شيء يرجع كما كان. حنا نقولوا للشعب لازم الشعب يكون واعي ويدير تباعد اجتماعي ويدير لابافات تاعو، حنا ماذا بينا المتنزه تاعنا، حنا أبناء حي الصابلات، حنا ماذا بينا المتنزه تاعنا يبقى مفتوح. لازم الناس دير لي بافات وتكون واعيه واش راهي دير، ولازم تمس لازم الاخر باش يقعدوا فاتحين المنتزهات والاخر، باسكو لو كان ما يديروش واش لازم راهم يقولوا راح يغلق كلش. اليوم احنا رانا في الصابلات ورانا دايرين لي بافات والحمد لله اليوم فتحوها، ولازم نبقاو دايرين الوقايه.